عن تأليفك للكتب، أنت مؤلف فوق العشر كتب وخصوصا في علم النفس تسعة المعرفي. والعاشر ترجمة. ترجمة. طيب حابين نعرف عن تجربتك للتأليف، رح تضلك أنت تألف كتب وقصص وشنو قصص؟ لا أحكي لك شيء، شنو اللي بتألفه يعني؟ التأليف ما اللي بقول لك ألفت يعني ما بقعد على البلكونة بصفن وبصير يألف، هذا بألف روايات. لما أنت تشتغل على كتب أكاديمية في مجال علم النفس أو في مجال الإعلام أو في مجال أي علوم أخرى، لازم يكون في عندك خلفية ويكون في عندك خميرة مليانة، صح. ومرات لحالك بجوز ما تقدري. مخزون فأحلى الغضب شو يعني، كنت أنا محظوظ في أصدقاء إلي بفترة الدكتوراه اللي بمسي عليه، عبد الحكيم صافي والدكتورة أمية عمور، فهذا عامل بحث. كنا مثلا أول كتاب كان عن الإساءة والجندر، Child Abuse and Gender، كنا عاملين عن الإساءة للأطفال بحث مقدمينه للدكتورنا. طبعا لما تحكي بحث انت في الدكتوراه بتكوني يعني تعبانه، نظارتك راحت وانت تشتغلي، لانه هذا البحث ما في امتحان، في بحث. فبحثي انا 70 صفحه، بحث فاتن 62 صفحه، بحث محمد 84، جمعناهم مع بعض ونقحناهم زدنا عليهم. فنزل اول كتاب هو عباره عن ابحاثنا المندمجه مع بعض عن الاساءه والجندر. حلو، عرفتي؟ والكتاب الثاني برضه نقعد مع بعض، تعال شو عندك، اعمل لنا الكتاب الثاني عن الذكاء العاطفي او اللي هو يسموه الايموشن انتليجنس. فكنا يعني لما تكون انت محظوظ مع ناس بحبوك وبتحبهم وعندهم علم، كل ما كان الكتاب فيه اكثر من مؤلف كل ما كان اقوى. لما يكون لما ديانا لما تالف كتاب لحالها مثلا بمسي عليها، غير لما تالف كتاب ومعها سليم معها شخص اخر، بنقروا من ثلاثه، بتنقح من ثلاثه، بنضاف من ثلاثه، فوزنه الاكاديمي بيكون ارقى. انا هي وجهه نظري. صح. معنا اتصال. معنا اتصال ابو الخير. الو، مرحبا. أهلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك، الف شكر لك انك استضفتي الدكتور سليم. الله يخليك. الدكتور سليم تعرفت عليه واحنا رايحين على عزا وما بنعرف البيت، فوصف لنا البيت، حبيته من هذاك الدقيقة يعني. وهو رجل شهم ونبيل يعني. أنا اشتغلت مهندس صوت، هو مذيع، لا بتصنع ولا بيغنج ولا إشي، اشتريت دغري. الله يعطيه العافية. أبو الخير، أي عزا طول بالك، كل يوم نروح على عزا. آه. عزا مين؟ عمر جالوخ أخوه. عزا مين لما وياك التقينا؟ عزا أخو المهندس عمر جالوخ. آه الله يرحمه. أبو الخير أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الله يرضى عليك. فمن هذاك الدقيقة حبيتك وبتابع، كنت نورمينا لأجلك. الله يرضى عليك، يطول لي عمرك. الله يخليك. نورمينا دائما بتحاول تكون تفش الغل بالإمكانيات المتوفرة. طبعا. شكرا لك ابو الخير حبيبي. شكرا لك، شكرا اتصالك. الحلوين اللي استضافوك ورجونا صورتك بالمساء. الصبايا الحلوين مساهم ان شاء الله. شكرا بنيابة عن الصبايا الحلوين. كل عام وانت بخير. يعطيك الف عافيه ابو الخير. شكرا شكرا. كنا نحكي على هلا ندخل سؤال ثاني، نكسب الوقت على فكره. بدي انا احكي عن الوقت اللي كنت مقضيت فيه بالشغلك عقيد عسكري. طبعا قعدت قرابه 20 عام حكيت لي تقريبا. وحصلت عده مناصب واوسمه وما شاء الله يعني، ليش نحسدك. وتعلمت الصبر من والدك يعني والحكمه. الله يرحمه عن جد، وتعيش، واللي خلف ما مات اكيد. الله يسلمك. فحابين نعرف الخدمه ايش اضافت لك؟ اكيد اضافت الكثير. الخدمه العسكريه شو اضافت للدكتور سليم؟ شوفي انت، بس خليني احكي عنه. ما دام جبت سيره ابوي الله يرحمه، انا جيت بعد ست بنات. فضلوا امتى بده يجي هالمضوي؟ امتى اجى هالمضوي؟ فلما اجى هالمضوي اختك على الخط، مساء الورد ميسور. هذه الحجه جتني. ميسور مساء الورد. الو، مرحبا. مرحبتي، كيفك ميسون؟ منيحه الحمد لله. كيف كانوا انتو سامي؟ يا ريت جبنا سيره مليون ليره. يا حرام الله. عم بحكي انا كنت الصبح معك. الله يرضى عليك يا ميسون. سمع، علوا لنا صوت ميسون شويه شباب. ايه شباب؟ لا كثير علوه. بعدين سميت جاري يعني، احنا جيران يعني. حبيبتي يعني خرج وقام اجى لحقت، وبعد سميتني كمان عمك يعني. الله هيك ميسون، يا بتبعد التليفون يا بتوطي صوتك يا بلاقي لك حل، لانه مش سامعينك منيح.
يكون الله يسامحك. بدلي تليفونك ملزق لزيق لزيق يقطع جنبك. اشتروا اشتروا محامين انتوا. انا مبسوطه والله انه الليله انا بصدق عم بصدق. لا معروف انت بتطلعيش على برامجنا هلا شو بدك؟ بقول لك الصبح انه اصبح الليله فيعني عن جد ضيف مميز يعني لك بأخوكي وإن شاء الله تضلكم إخوك متحابين يا رب دايما. ميسون عم بحكي لما كنا بالحج وصاروا ينادوا وإحنا ماشيين بالسماعة طلع اسمي فكرت نازل الملاك علي ولا أشي لما قلت لي بحب أخبرهم إنه لازم أخد مرة تانية الحج الأولى. شو الحج الأولى؟ الحج الثاني أروح معك أنت؟ لا لا دبر لك حج ثانيه مشان نضبط مشان نعوض الحجه الاولى عشان تعوضها ان شاء الله. بتقولي بدك تدبر حجه ثانيه على اساس تعوض؟ لا الحجه الاولى الحمد لله الحمد لله الحجه الاولى. صار معك تغيير جو انت لما مرضت؟ انا انا مرضت لا هي شوفي في حوادث تنحكى ان شاء الله حوادث. بدكم يا صبايا حبيبتي سامعيني؟ اه سامعينك بس الصوت عم بروح وبيجي. ميسون اطفي الكندشة. سليم اخونا الوحيد الله يخليكم اياه. احنا ست امات وهالاخ الوحيد مشان هيك نحن يعني نفتخر سليم اخونا بصراحه والله احنا نفتخر فيه عن جد. و نيالنا وحيد. شكرا بناخذ اتصال ثاني معلش تقطعوها لميسون. اقطعوها ميسون شكرا كثير لاتصالك. كل عام هي بألف خير. ميسون اللي بتيجي وراي ان شاء الله تضلك هيك على روسهم ومع بعض ومتحابين ودائما كل لحظاتكم هيك مفاجأة. ميسون بشيل راس الروسي بيقولوا لها يعني انا جاي بعد ميسون. ميسون هي اختيار اكبر منها سنه. لا هلا بتحتاج على فكره انت شباب اكيد. ميسون بضل بنتكاتل كنا نعم لانه انا وياها ومنتهاوش صغار ولما يبلش فلان كرتون بتناديني سليم تعي وكون انا على السطح ولا معلق ابصر وين. فانت سالتي قلتي ابوي فلما اجى الولد بعد ست بنات هلا هو بدوش يطلع الولد نايط ما يعود اللوع مع بنات بده يطلعه. فبهذاك الزمن كان في شيء اسمه عربيات بيليا. انت بتعرفهاش عربيات بيليا؟ كنا نعمل عربيات بيليا وكنا نعمل سيارات سلاك وكنا نعمل عجل قصص وطابت سبع جرب سبع حجار يعني انتوا يعني هذا بتسمعوا سبع ختيار والله اقول لك شغله احلى. اسالي كل هدول الجيل اللي قاعدين عمره حدا منهم لعب قلول؟ بيعرفوا شو القلول؟ بيعرفوش قلول؟ ما بتعرفوا القلول شو يا محمد؟ بيعرفوش سبع حجار؟ بيعرفوش العلي وطوط؟ بيعرفوش الحريده ماريده بنت العم سعيده؟ بتعرفوها انتوا؟ لا لا حريده ماريده؟ لا يمكن سامع فيها ما لا القلول بنعرفهم يا الشمبر والوصوص. فهذا الزلمة الله يرحمه كان مصر على انه هذا الولد يعني يطلع حمش هيك. فكان حاطني على يمينه الله يرحمه وين ما يروح ويجي من هو من انا هالقد قد الطفايه. وهو كان ابوي وقتها الله يرحمه بالاشغال العامه بالمراقب العام بطريق الصحراوي. فكنت اقضيها بالحسا واقضيها بالحسينيه وعشان هيك ديوان شعري معظمه اللي للسماء طبعته كله بالبدوي. يعني كاتب شعر بالبدوي؟ انا كاتب يعني لما تسمع. طب حافظ لك شيء تسمعنا؟ ايش النوع الشعر؟ انت كل ما تحكي لك شغله رح نورد. لا شوف شوف اقول لك شعر يعني اعطيكي في اغنيه مغناه للثوره العربيه الكبرى برضه كلماتي والحاني على فكره كله ان شاء الله هذا الشهر مدام ديانا راح تنزلهم لانه كلهم كنت انا مضبضبهم ايام الجيش لانه عسكري بزبطش نقول لحنا بلاش نروح بالمشمش فكنا نعمله هيك. فهي اسمها أحفاد الثورة العربية حملت راية الحرية علمت رفرف بالأعالي بثورة حرة هاشمية واليوم نظل نشوفي أحفادك حملت لسيوفي أبناء الثورة العربية أغنوا معنات الوطنية جباهن صمر شامخاته جدنا والله ما ماتي ملك العرب أبنعون الزرع الزهر بالصخراتي وما تزال الراية ترسم بترابك بالأرض تنعم ما نخاف على المعاني يشيل الولد الولد الثاني أجيال وأجيال تربوا على النهضة رجال يتابعوا الرسالة بهمة ما تبدل حالة هلا الحرب وهلا العون للسلام الكل يحارب وانقصرت سيوفنا لعدانا نروح نضارب. يا سلام صح لسانك صح لسانك يا سيدي.
فبعتقادي لما انت تخلي ابنك، يعني انا هذه نصيحة للأهل، بفترة زمنية الولد لازم يكون قريب لأبوه والبنت قريبة لأمها، صح، بفترة زمنية البنت لازم تكون قريبة لأبوها، صح، وما بيجوزش الخلط. احنا شو بيصير؟ الولد بيكون معاك، بتفوتوا على مثلا على مول، بروح الولد بده طول باربي، بشده ولك شو باربي، روح طول البارودة على اساس انه بصيرش تصيب الباربي. احنا عم ننمط فيه انه ولد، صح، يعني فلانة بدها تولد في المستشفى موجودة، جابت بنت، البلالين زهري، الأواعي زهري، الغرفة زهري، جابت ولد، البلالين أزرق. أزرق. إحنا أعطينا لون نمط قبل ما يجي، وأعطينا شكل قبل ما يجي، ففي إشي إحنا بنزرعه في الولد كولد وفي البنت كبنت، هذا جديد. صح. زمان ما كان كله كوفالية زي سندويش الشاور، ما كنا نلتف هيك ونطلع. فباعتقادي هذا كان له دور في إنه يطلع سليم، مش طف، واللي يقول له مرحبا يقوم يقلب له الطاولة، ولا طلع يقول هاي كيفكو يا حلوين، عارفه، طلع بالوسط، خير أمور الوسط، وخير أمور الوسط. فباعتقادي هذه سهلت علي حياتي في العسكرية، فخدمت في أشرف جهاز في هذا البلد لمدة 20 سنة في أكثر من قطاع، وكنت مدير لحدود بفترة، وكنت قائد لمجموعة لفترة، وبالقوات الخاصة لفترة، وخدمت مع جلالة سيدنا لما كان قائد عمليات خاصة لفترة، وخدمت مع الله يرحمه محمد ماجد العيطان لما كان قائد عمليات لفترة، وخدمت مع 71 لفترة. و يعني شوفي الخدمة العسكرية ما حدا يقول والله احنا خدمنا لا، انت لما تخدم، لما تفوت على المصنع هذا بتفوت اشي، لما تطلع اشي تاني، اشي تاني احسن. انا ما شفت لغاية الان متقاعد عسكري استلم منصب وطلع الزلمة فاسد مثلا. كل العسكريين المتقاعدين سواء كانوا بشوات ولا وكلاء حينما يستلموا نصب، لأنه هدول تربوا في مدرسة عسكرية، صح، ما فيها خلل، ما فيها حرمية بالعربي، دغري، فيها واحد زائد واحد ساوي اثنين. لما الآن السياسة همشت هدول العالم اللي هم الأشراف اللي هم خدموا جيش وقاموا وحطوا وكلهم متقاعدين في البيت، وإجوا أصحاب الباقات البيض واستلموا مواقع، باعتقادي احنا وضعنا الاقتصادي صار هيك، يجب إعادة التوازن، وياخذوا من هون وياخذوا من هون. هذه نصيحة من نصائح عمو سليم.